اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيفي في الجزء الاخير من هذه الحلقه، احدث صفقات النادي الاهلي نجم محمود متولي. ازيك يا متولي؟ ازي حضرتك؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله كله الف مبروك طبعا وجودك في النادي الاهلي بعد رحله طويله جدا مع النادي الاسماعيلي، هذا النادي العظيم وهذا الشعب العظيم. الحقيقه شعب اسماعيليه كلنا بنحبهم الحقيقه ويظلوا دائما في القلب، ولكن محمود متولي وانتقاله للنادي الاهلي اعتقد مبسوط يا متولي بهذا الانتقال. طبعا الله يبارك في حضرتك الاول يا كابتن. اكيد طبعا خطوه تفرق جدا في حياتي، سواء كان كنت بفكر في طموح، سواء كنت بفكر في بطوله، سواء كنت بفكر في سي في، سواء كنت بفكر لليفل اعلى لمنتخب، لكل طموحات اي لعيب ان هو يوصل للنادي الاهلي. هنتكلم بقى في الطموحات وهنتكلم في كل شيء وهنتكلم واحده واحده واحده، بس خليني ابدا معاك الاول.